ولعنا أصدقائنا لفقرة الإبداع المنزلي، يعني مثل ما بنعرف جميعا أنه فصل الشتاء بنكون بحاجة لفيتامين سي وللبرتقال، لكن هل خطر ببالكم أنه ممكن يكون البرتقال موجود لتزيين البيت في فصل الشتاء؟ أكيد هذا الشيء جواب رح يكون مع أخصائية الإبداع المنزلي عبير صالح. يسعد صباحك يا عبير. صباحكم صباح المشاهدين. مثل ما قلتي البرتقال نحن دائما بيروح فكرنا بس الفيتامين سي، أما ناخده ونزينه وتطلع ريحته بقلب البيت، هلا هي الافكار يعني اليوم اجواء شتائيه وخريفيه عملت لنا في الاستوديو وكلاسيكيه جميله جدا، فاحنا متشوقين لنعرف شو محضرت لنا. هلا كلياتنا وقت منقشر البردقان منكبها للقشره، بس انا حبيت نعمل منها هي الورده. هي الورده شغلتها كثير سهله وما لها صعبه، وانا هدول الوردات اخذتهم وحطيتهم، يعني يا بتكون على طرف، يعني هي باحد الطرفين تمام، وحده هيك اذا قلبناها بتصير هيك الوردة. هي من القشرة بس بشرط انه ما تنقص، يعني ما تنقطع القشرة. هنساوي وحدة وبعد منها انا حطيتهم بصينية بالفرن على درجة حرارة 200، فوتت للفرن تقريبا الوردات بهذا الشكل لياخذوا هيك طرف هيك اللي محروق حرق شوي، يعني شوي تحميصة، يعني تحميصة وطلعتهم 10 دقائق بس. حلو. هي قشرة البرتقال يلي كلياتنا منقشرة، صحيح، بس حنلفها وردة. بس هاي طبعا بدها تقشير منتك، يعني وانت بتقشري بحيث انه ما تنقطع القشرة. هلا هي بدك تقشري وتاخدي شوي من الابيض، ما كل الابيض لحتى ما يطلع من هون بقايا البرتقال. يعني بدك تاخدي منها وبدها تكون السكينة شوي حادة. تمام. حنبلش نفتلها للبرتقالة. كيف عم نفتل؟ كأنه عم نعمل وردة من قماش. وهذا كلياتنا، يعني هلا بفصل الشتاء كلياتنا عنا يا هالبرتقال يومي، عم تطعميه للاولاد، عم تاكليه، عم تستخدميه، بقى كلياتنا فينا نعمله بهي الورده. وبعدين ما بتصدقي قديش بتطلع ريحه البيت حلوه. قديش بتبقى تقريبا هي بالبيت؟ هلا هي يعني بتبقى تقريبا شي 10 ايام قبل ما تنتزع، بس هي بتعطيكي هي الريحه، بتفوتي بتلاقي في ريحه برتقال بالبيت بس ما بتعرفي. هلا هيك سويناها. جميل. وبتقلبيها بهي الطريقه. حلو، رائعة وبسيطة. وبتحطيها بسيطة، بتحطيها مثل ما هي بقلب الصينية بالفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 200. تمام؟ هي أول شغلة. نعم. البرتقال كلياتنا كمان بنحبه، بس ولا مرة فكرنا إنه نحن ناخذ ورد طبيعي ونزين فيه. هلا هذا البرتقالة بس قصيت القسم الفوقاني منها، والوردة حطيت فيها اللاصق تبع المطبخ يلي منغلف فيه الصحون، حطيتها من تحت لما انا غزة بقلب البردقانة ما تنتزع البردقانة وتصير بالدكب، مشان نحافظ على النعمة كمان. حلو. ونغزة. يعني يمكن كثير من الاشخاص بيوافقوك الراي بالقشر او بقشره البرتقال، لكن بفكره انه البرتقال تحطي عليها ورده ممكن يقولوا مثل ما قلتي ناعمه، شو ممكن تقلي لهم؟ هلا هي الفكره انه نحن هي اذا عندي انا مناسبه، عندي مثلا عشاء، عندي غدا، انا بدي زين بطريقه وما عندي ادوات الزينه، يعني هلا هي بتتزين وممكن يلي هن كمان قاعدين عم يتعشوا معنا ياكلوها. حلو. لانه هي بس بتنقام، هي يعني هي بس للزينه، الورده ما بتتغذى على ميه البرتقال؟ لا ابدا، ما بتتغذى لانه انت اصلا مغلفتيها بالبلاستيكه، والبردقانه ما صار فيها شيء بقلب البرتقال، يعني ما توسخت، ما اجاها جراثيم، لانه بالاساس انت حطيتي لها بلاستيكه، وفيكي تحطي لهم اياها بهي الطريقه. بس على فكره انا قعدت افكر بهي الطريقه بشيء ثاني، انه الورده ممكن تتغذى على ماء البرتقاله ترى. يعني هلا هو طالما هو ورد طبيعي، لانه حامض ما بعرف. يمكن في برتقال حلو. لا والله بدنا نجربها. بدنا نجربها، تجربه خير. كمان من البرتقال فينا نعمل برتقال مكرمل. هذا البرتقال وبعدين نغطسه بالشوكولا ونخليه ضيافه دائما موجوده، هي بصحن الضيافه، صحن عواد الشوكولا يكون برتقال مكرمل. هو البرتقال مثلا انا عملت 5 برتقالات قسمتهم شرائح صغيره مثل هي، وحطيت لها كاستين مي وكاستين سكر، وعلى الغاز بنار هاديه لمده تقريبا لحتى حسيت انه نشف المي يلي عندي منها، ومع تقليبه لحتى ما ينحرقوا يلي بالسفل. بس خلصوه مديتهم على ورق زبده لحتى اقدر شيلهم وحده وحده، وبعد منها جبت شوكولا وغطسته. حلو. هي وهلا انتم ذقتوهم قديش طيبين؟ لذيذين. لذيذين جدا.
يعني ممكن على الشوكولاتة سائل تغطسيهم وتسكريهم. هلا أنا حبيت حطهم هيك لحتى نحفظهم أكثر ما يتغبروا وما يصير معهم شيء. ومين ما أجانا من الضيوف مثل الشتاء أو بالخريف هلا نقدر ناخذهم ونضيفهم إياها وطعمتهم كثير طيبة. هلا في كمان أنا تركت شوي فيها لدعة مرار مشان تعطي. هلا إذا ما بدهم المرار ممكن يغطسوا الشرائح أول مرة 10 دقائق بمي سخنة يغطسوهم يخلوهم يغلوا غلية كبوا المي ورجعوا حطوا بقى مية نظيفة لحتى تروح هي طعمة المرار. بس هي البرتقال مع السكر إذا إجت طعمة المرار تبع القشرة شوي بتكون طيبة متعادلة يعني ممكن في ناس بيحبوا هيك والناس لا. هلأ كمان فينا نعمل شمعة بس ما شعلناها هالشمعة من البرتقال وقرفة منجيب أي أطرميز. هلا أنا حطيت أطرميز عادي وشان يعني هي التكلفة إنه هي أغلبها من البيت موجودة. منجيب أطرميز منحطها ومنحط قرفة معها عيدان قرفة. هي الفكرة مشان الرائحة القرفة مشان الرائحة ومي حلو. لا هي بدها مي يمكن كمان في معي أكثر ممكن نشوف تفضل. بنحط لها بالأخير شوية زيت مازولا. الزيت طبعا ما بينخلط مع المي وبنحط لها شمعة تطفو الشمعة على الوش وبتقدري تعملي لها ريحه هي عم تنحرق الشمعه وتعطي هي الريحه تبعها بتاخذ من ريحه البرتقال والقرفه وبتعطري انت الجو بارخص الاشياء يلي عندك اياها بدون ما تتكلفي اي شيء ومن قشره البرتقال يلي اصلا انت حتكبيها وتكبيها والقرفه كلها موجوده عندنا وزيت مازولا عندنا واطرميزات يعني ما شرط تكون شغلات مكلفه وتروحي تجيبي فازات ثقيله من الشيء اللي عندنا اياه يعني يمكن يكونوا هاي الفكرة الأخيرة ممكن كتير من الأشخاص يساعدوا عليها لأنه أول شيء الشمع ثاني شيء الشمع فعلا هاي الأمور كتير مكلفة فكتير ممكن تكون مناسبة لألون يعني هلأ أنا كنت بدي يعني جيب عواد الشمعة الفلتر تبع الشمعة الفتيل تبعها بس أنا قلت عند السيدات مو موجود دائما لأنه أنا حتى بنزل على السوق خصوصي لجيبه قلت لا خليني أولى بطريقة أنه كل الستات اللي عندهم لأنه كلياتنا عندنا ياهن هدول يعني موجودين ومن تناول اليد عند كل المحلات وبكل البلدان ما لا غالية صحيح تمام. وحبيت كمان زين الصينيه يلي عندنا اياها ممكن الصينيه ممكن اي صحن عندك اياه انت بالبيت يعني ما شرط صينيه ايش انا جبتها مع الاجواء بس هي مو شرط اي صحن انت عندك اياه بقلب البيت ممكن تحطيه جبت له ايش لحتى يعطينا احساس الخريف والشتاء يقطينه حاولي تجيب على اليقطينة صغيرة مو اليقطين الكبير يعني هاي موجودة ومرتبطة دائما بالشتاء صحيح. وعندنا رمانة ميبسة سنوبر بنلاقيهم دائما مزدودين بالشوارع صحيح. وبالطرقات جوز طبعا يعني دائما الجوز سهرات شتويه سهرات الشتويه مع التين هدول هنن والوردات يلي انا حطيته. هلا انا اللي جبتهم من السوق جبت هدول مجموعه لحتى تعطي هيك شويه جمال واناقه من محلات الورود نفسها في عندهم بكل محل ورود قسم مجففات بيعملوا منهم باقات مجففه انا اخذت هدول اخترتهم للالوان كمان وحطيناهم واخر شيء هدول يلي هي العبارات يلي بتدل على الخريف يلي بتحفزك انه انت الخريف مو مثل ما نحن بناخده انه هو خلاص هو كئيب وللموت وللهذا لا هو حتى فيكي انت تجددي فيه الروح والحياه عندك لانه هي بدايه لشيء جديد خلصت مرحله وبلشت مرحله ثانيه. خلينا ناخذ مفهوم ثاني للخريف او للشتاء. وريني مثلا هون شو العباره اللي كاتبيتها. سيمفونية اللون الخريفي هي كنز يخرج أو يخرج من قلب الأسطورة لتتراقص على نغماتها أوراق الشجر في رحلتها إلى عالم جديد. يا سلام عليكي. في هنا كمان عبارة تانية. فصل الخريف سيد الفصول كذلك هو الوحيد القادر على شحن الذات وروحك بشتى أنواع المشاعر والأحاسيس في آن معا.
لطيفة والله، تعطي إيحاء نفسي. صحيح، تعطي إيحاء نفسي إنه نحن الخريف مو مثل ما بيقولوا إنه خلص، خلصت خريف العمر، إنه خلص أنت صار بده الواحد يروح عم ينتظر الموت أو أي شيء. لا، هو الخريف بداية لشيء جديد، خلينا نحن نتفائل فيه. وهدول الكراتين موجودين بمحلات تبع أعياد الميلاد. هلأ أنا بحب أعملهم دائما وحطهم للقهوة، للخريف، للربيع، لأي شيء. اي شيء انت عم تشتغليه للشيء اللي هلا انت فيه معناته اعطيتيه طاقه وحتاخدي منه طاقه. يعني انت لما بتشتغلي باجواء الخريف او باجواء الشتاء او باجواء الربيع او باي شيء انت عندك مرحله جديده، معناته انت عم تعطيه طاقه انه انا عم بهتم فيك لهذا الفصل، وهو بيعطيكي طاقه لحتى انت تبلشي. يعني حلو هيك نعيش رونق التفاصيل، يعني بغض النظر عن الفصول وما نتاثر يمكن بكلام الناس وانطباعاتهم. حبيت انا كثير الفكره، ولا بتعجبك هاي الاجواء كمان؟ اكيد حبيتها كثير، وحبيت انه بالفعل كل فصل تعيشي بتفاصيله وبلحظتها لحتى بالفعل تسعدي باي لحظه كانت. يعني والبرتقال انه نضاف، انا لساتني باجواء البرتقال، يعني جميل ورائع جدا. عجبتني فلسفه هاي العباره كمان، لازم نقراها للمشاهدين. نعم. كلما رايت الخريف شاهدت عظمه الخالق في تجديد الروح والحياه. صحيح، فعلا هي فكره حلوه، لانه الخريف تسقط الاوراق لكن فيما بعد تعود للحياه من جديد. حبيت كثير الفكره. يعني ممكن بهي الفكرة اليوم نختم معك يعني يا عبير، متشكرة كثير لك. وبالفعل يمكن كثير من الأشخاص صاروا يفكروا بالخريف وبالشتاء بمنطقة آخر، خاصة بالبرتقال. شكرا كثير لك ولوجودك معنا اليوم لكل هالجو الرائع اللي أطفيتي علينا، أطفيتي علينا بالاستديو. حجيب كيلو اليوم لازم، خاصة الشمعدان. شكرا لك يا عبير.